أكلت لها قطعة وش كبر حبة الذرة ولا كبر حبة البصص، وبعد ما أكلتها على طول عرقت وارتفع يا الحرارة واخفض يا الضغط ولا دون الدك علي يا أبوي الحقنا يا قدي مقبل أصلا رجع البيت. إيش في عسما خلاف عسما شر سجأة تعبانة من الأخير. قلت أنا يمكن كورونا، جاء كورونا ولا جاء شيء ولا سنة البيت إلا والله البنت طايحة سجأت عافت عيونها ولا تناطقني يا بنت الحلبة القطعة في البطانية وحطها في السيارة وعلى قرب مستوصف روح بهناك اعطيها بخار اعطيها اكسجين اعطيها ابرين اعطيها مش يعني البارحة رهقتنا وتعبتنا. قلت للدكتور ايه علامات الحيوية مش حلوة يا رجال ودعنا الله سبحانه وتعالى قيس الضغط الضغط نازل الحرارة 42 مدري 41 او 42 الحرارة 42 مدري 41 او 42 البنت وجهها قلب زي الشيلة. اقول له متى كليتي؟ قالت قبل نص ساعة. انت صادقة؟ قالت صادقة. كلت ايه؟ يقول الدكتور يسجل يسجلون كل شيء. قلت كلت لها حلتي ده. ايه الحلتي ده دي يا رجال؟ حلتي عشبة سامة. قلت اختصرت انا علي. قال الحين غسل معدة. لا والله يمسح صحة البنت ابرحات اسكنها حليب فتحت عيونها نزلت الحرارة 38 باشر مدري 40 38